الآن سوف تجه إلى نيروبي لمعرفة تفاصيل ما يدور الآن. تنضم إلينا زميلتي آية لطفي، مفادة القاهرة الإخبارية في نيروبي. إذن بعد التحية آية، هل لك أن تحدثين عن تفاصيل ما يجري الآن في هذه القمة المهمة، وخاصة فيما يتعلق بتوافد الرؤساء والزعماء الأفارقة فيها؟ حسناً، ما يجري الآن هو بدء مراسم الاستقبال الرسمية منذ قليل. هذه المراسم الخاصة باستقبال الوفود الرسمية ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وجميع المشاركين في هذا الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الخامس للاتحاد الإفريقي والمجموعات والآليات الاقتصادية والإقليمية، يعني بدأ منذ قليل تواصل الرؤساء والزعماء على مقر انعقاد هذه القمة حيث نحن متواجدون الآن. ودعني أذكرك أن هذا الاجتماع يناقش عدة ملفات وعدة أهداف من بينها حالة تكامل المؤسسة في القارة الإفريقية، الوصول لأجندة عام 2063 والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات في مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة، وبالتأكيد تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة القارة الإفريقية، وهذا هو شعار هذا الاجتماع الخامس. يبحث هذا الاجتماع أيضا التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة وسبل تعزيز هذا الاندماج، من بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد وسبل وصف الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة. يعني في سياق متصل ووفقا لهذا الجدول، جدول أعمال اليوم أو جدول أعمال هذا الاجتماع التنسيقي الخامس حساني، أقول لك أن اليوم هناك كلمة أو عدة كلمات رفيعة المستوى، كلمة لرئيس المفوضية الإفريقية المتفقي، هناك كلمة للرئيس الكيني وليمراته، وكذلك رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر الحمر غزالي عثماني، وهناك كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص ترأس بلاده لمنظمة النداد، وكلمة أخرى بخصوص ترأس مصر لمؤتمر المناخ 27. وهناك عدة جلسات ستعقد أو ستكون موجودة على أجندة هذا اليوم 16 من يوليو، هناك جلسة تتحدث عن تحديات القارة الإفريقية، هناك جلسة تتحدث عن البيئة والتغيرات المناخية في القارة الإفريقية، وجلسة أخرى تتحدث عن الوساطة الإفريقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه جلسة سيكون بها كلمة للرئيس الجنوب أفريقي سيريل راماسوزا حول دور الوساطة الإفريقية لإنهاء هذه الحرب أو هذه الأزمة. كذلك نتحدث عن جلسة ستكون أو حول مبادرة بنك التنمية الإفريقي، يتحدث فيها رئيس البنك حول مبادرات البنك التنموية بالقارة الإفريقية. في الجلسة الختامية طبعا هناك إعلان عن التوصيات النهائية حساني والمقترحات الصادرة عن هذا الاجتماع التنسيقي الخامس، ويختتم الجلسة الختامية أو يختتم اليوم رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر. جدير بالذكر أن هذه القمة تأتي في توقيت هام للغاية يشهد فيه العالم والقارة تداعيات عميقة كأزمة الغذاء، كأزمة الطاقة، أزمة المناخ وأزمة الأسمدة، وأيضا تداعيات أخرى لها علاقة بما يحدث في السودان أو الأزمة في السودان. يعني في هذا الصدد وكما ذكرنا منذ قليل وعندما تحدثنا عن التغيرات المناخية والجلسة المتعلقة بالتغيرات المناخية، يعني يتم الانتهاء الآن من التحضيرات التي تجرى حاليا لعقد القمة الإفريقية للمناخ والمقرر أن تعقد في شهر سبتمبر المقبل أيضا في العاصمة الكينية نيروبي. هناك قمة إفريقية للمناخ ستعقد خلال سبتمبر المقبل، يجرى التحضير لها الآن في نيروبي أيضا. ويعني نتحدث أيضا أن بخصوص شعار هذا الاجتماع التنسيقي الخامس، وهو يأتي تحت شعار تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فهذه فرصة مهمة جدا للقارة الإفريقية، لأن هذه الاتفاقية تسعى إليها دول الاتحاد منذ سنوات، هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تحرر الاقتصاد الإفريقي بشكل كبير، هي فرصة للدول الإفريقية لانتشال أكثر من 30 مليون شخص من الفقر المدفع وزيادة دخل هؤلاء الأشخاص بحلول عام 2035. كذلك تهدف إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال والأشخاص وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وهذا طبعا يسرع إنشاء الاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية الصناعية من خلال الإنتاج والوصول إلى الأسواق وإعادة تخصيص الموارد. يعني بناء على كل ما ذكرناه منذ قليل، يبدو أن هذا الاجتماع سيعمل على وضع خطة عمل شاملة الفترة المقبلة والبناء على النتائج التي تحققت في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تحقيق طفرة كبيرة في معدلات التجارة بين الدول الإفريقية. نحن بانتظار ما سيحدث اليوم، نحن متواجدون يعني منذ الصباح للتعرف على الفعاليات التي تحدث منذ بداية هذا اليوم أو فعاليات هذا الاجتماع التنسيقي الخامس. كما ذكرت لك منذ قليل، نحن الآن بصدد انتظار تواصل الرؤساء والزعماء
الى هذا الاجتماع او الى هذه القمه لعلك تستمع الى هذه الاصوات والتي تخص مراسم استقبال الوفود الافريقيه وجميع الرؤساء والزعماء المشاركين في هذا الاجتماع التنسيقي الخامس. نعم، بالنسبة لما تحدثت فيه آية حول هذا الاجتماع وأجندة هذا الاجتماع التي تناقش عدة موضوعات متعلقة بالأمور الإفريقية حتى يعني بالأزمات العالمية مثل الأزمة الأوكرانية الروسية كما قلت آية، لكن هل هناك على هامش هذه الاجتماعات اجتماعات ثنائية للرؤساء والزعماء الحاضرين في هذه القمة؟ بالتأكيد حسني ما خرج من معلومات حتى الآن أن هناك اجتماعات ثنائية على هامش معقد هذه القمة بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، بين كذلك رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ومديرو ورؤساء المنظمات الاقليميه الاقتصاديه المشاركه في هذه القمه او في هذا الاجتماع التنسيقي الخامس. يعني على سبيل المثال هناك بيان خرج من الرئاسه المصريه يتحدث ان هناك لقاءات ثنائيه على هامش هذا الاجتماع التنسيقي بين الرئيس المصري وبين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي للتناقش حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائيه خلال الفتره القادمه والتناقش حول مستوى اشمل واوسع بخصوص العلاقات الافريقيه والازمات الموجوده في القاره الافريقيه. وطبعا يتخلل هذه الاجتماعات الثنائيه لقاء بين الرئيس المصري وبين الرئيس الكيني وليام راسو. فيعني هناك طبعا لقاءات، هناك اجتماعات، هناك فعاليات اخرى على هامش جدول الاعمال وعلى هامش اجنده عمل هذا اليوم. يعني بالاضافه الى ما تحدثت فيه ايه في تفاصيل كلامك، حضور زعماء ورؤساء الدول الافريقيه يبدو ايضا انه هناك حضور ايضا لمؤسسات فاعله لها علاقه بالشان الافريقي او حتى مؤسسات لها علاقه بالاستثمار والاقتصاد سوف تكون حاضره في هذه الاجتماعات المختلفه. دعني اقول لك حسني نقطه مهمه، وان الاتحاد الافريقي اصلا يعترف بثماني مجموعات اقتصاديه اقليميه، اتحاد المغرب العربي، الطوق المشتركه لشرق وجنوب افريقيا الخمسه، تجمع دول الساحل والصحراء، جماعه شرق افريقيا، الجماعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا، الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الايجاد، وكذلك الجماعة الانمائية للجنوب الافريقي السادس. هذه الثماني منظمات اقليمية يتعامل ويعترف بها الاتحاد الافريقي، وهذه المنظمات ستكون موجودة اليوم خلال هذا الاجتماع وستكون ممثلة برؤسائها ومديروها لحضور هذا الاجتماع والتنسيق وتحقيق التكامل والتنسيق بين الدول الاتحاد الافريقي وبين هذه المؤسسات الاقتصاديه الاقليميه. يعني هناك حضور فعال من هذه المؤسسات التي ذكرتها لك منذ قليل، هناك عقد اجتماعات ثنائيه ايضا بين رؤساء هذه المنظمات وبين المتواجدون او رؤساء الاتحاد الافريقي. نعم، يعني آية وأنت تحدثين نعرض أيضا تطورات وفعاليات هذا الاجتماع كما قلت من خلال الحضور الكبير للرؤساء وزعماء الدول الإفريقية والمؤسسات المعنية بالتكتلات الاقتصادية المختلفة، لكن هناك أيضا بالإضافة إلى الملفات التجارية والاقتصادية العالقة بين الدول الإفريقية التي تتحدث حول أهمية تسريع مسارات التكامل بينها، هناك أيضا ملف النزاعات والإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي يبدو أنه سوف يكون على أجندة هذه القمة. هو من أهم أهداف أعمال اليوم، يعني الإصلاح المؤسسي في القارة الإفريقية من أهم الأهداف التي سيبحثها هذا الاجتماع التنسيقي الخامس، يأتي في مقدمة أولويات عمل هذا الاجتماع أو هذه القمة أو هذا اليوم. حل النزاعات في القارة الإفريقية أيضا من أولويات هذا الاجتماع، يعني إذا تحدثنا أن هذا الاجتماع ربما هو اقتصادي في المقام الأول، أهدافه اقتصادية في المقام الأول، ولكن بالتأكيد لا يخلو من محاولة لحل النزاعات السياسية الموجودة في القارة الإفريقية. ويعني هناك أيضا نقطة مهمة أن هذا الاجتماع يعقد بعد حوالي 3 أيام من عقد القمة الهامة لدول جوار السودان والتي عقدت في مصر في القاهرة الخميس الماضي، فهناك اهتمام كبير جدا بهذه القمة، قمة دول جوار السودان، واهتمام كبير جدا بمشاركة مصر لأن مصر كانت مستضيفة لهذا الاجتماع. فيعني الإصلاح المؤسسي محاولة وجود حلول للأزمات الموجودة في القارة الإفريقية، حتى الأزمات العالمية محاولة وجود حلول لها موجودة على أجندة عمل هذا اليوم، لأني كما ذكرت لك منذ قليل من خلال أو من ضمن جلسات اليوم جلسة لبحث الوساطة الإفريقية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. كما تعلم كان هناك مبادرة إفريقية لحل هذه الأزمة، وبالتأكيد سيتم العمل اليوم على أو سيتم مناقشة اليوم إلى أين وصلت هذه الحلول، إلى أين وصلت هذه الجهود الخاصة بتسوية هذه الأزمة.
إذن سوف نعاود الاتصال بك في تطورات هذا اليوم. الزميلة آية لطفي مفادة القاهرة الإخبارية في نيروبي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الواضحة.